حلو بياخذ العقل هالمحل. والله يا روحي الحلا مانو بالمحل، مع مين رحتي هذا الحلا؟ بالضبط. ما بعرف والله، صارت معي كتير شغلات حلوة اليوم. ناريمان، تعرفي إنه هاي أول مرة بتعشقي مزبوط؟ أول عشق. والله منيح، من جهة عندك عاصي ومن جهة ماجد أوغلو. مين قال رح يصير هيك؟ لما شفت ماجد آجي أوغلو عرفت إنه رجال ومحترم وبده يحبك، وإنتي مثل الهبلة ما صدقتي وفكرتي إني عم أحكي هيك لأتسلى. احذري ليش هالحب؟ ليش؟ لأنه إنتي من الأساس غيرنا ناريمان، إنتي أعمق مننا. تتذكري لما كنا صغار ونلعب بالحارة نحن والصبيان والبنات ليل نهار؟ إنتي كنتي تعدي وتقري كتب، وبالوقت اللي نحن كنا نلعب بالشارع تحت غميضة انت كنتي ترسمي وتعزفي وتعيشي بعالم تاني غير هاد. حتى مشاكلنا على طول انت اللي تحليها، يعني نحن شو ما بنسألك منلاقي عندك الجواب. ناريمان، انا تعلمت كيف ساوي الكيك، وانا بساوي لك كل شي، بس انا ما رح اشبهك انت. يا ريت تكون مثلك إنسانة فنانة ومثقفة، أكيد أنت بتشبهي أمك. ماجد اللي عجبه فيكي مو زرع عيونك بنوب، ولا سأل إن كنتي بنت من عيلة غنية، اللي جذبه فيكي إنه مختلفة. طيب بتعرفي أنت شو نهايتي أنا وماجد؟ هذا هو اللي ما فيني أحذره. هاي القصة مو سهلة بنوب، لو تعرفي شو خايفة فخرية. اللي بيني وبين ماجد هو العشق أكيد، بعرف وأنا موافقة على هالشي، بس اللي عم حسه إني عم عيش وقت حلو ما فيني ارتبط أنا وياه. ليش هالتشاؤم كله؟ خلص خلص، روقي واحكي لي يلا. فخرية، مو حالي عنك لتفهميني، لأنه ماجد شاب زنجيل خايفة من الفرق اللي بينك وبينه، يعني الطبقة المخملية تبع بنت خالك بتناسبه أكتر منك. لك مجنونة أنتي، والله مجنونة. إيه طيب، عيلة ماجد كلها أصلا مو قبلانتني. لو تشوفي نظرات الأم كيف عم تطلع فيني، حتى كريم بيك أصلا ما في حدا عم يشجع الموضوع. لهيك الحب حتى إذا استمر ما رح يخليني أنا وماجد نرتاح ونكون مطمنين. ناريمان، خالك معه حق. بدك تقولي لي هلأ إنك بنت فايز بيك، بس لا تنسي أمك مين بتكون، والميراث أكيد حقك أنتي. أصلا هي فرصتك الوحيدة لتتساوي أنتي وياه وتصيري زنجيلة، والعلاقة وقتها بتكون متوازنة. ناريمان،